قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين تمضي على ما يرام، لكنه حذر خلال تدوين له على تويتر من أنه سيتبنى موقفا أكثر تشددا في المفاوضات إذا جرت المماطلة فيها، مضيفا أن بكين لا يمكنها تحمل تبعات التباطؤ في المحادثات في ضوء الأضرار التي تلحقها الرسوم الجمركية الأمريكية باقتصادها. عبر الهاتف من نيويورك ينضم إلينا سيد مهدي عفيفي عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي. سيد مهدي أرحب بك، وكيف تؤول الأمور بين الولايات المتحدة والصين؟ تحية إليك ولضيوف الكرام. الولايات المتحدة والصين الأمور تمشي على ما يرام من رأي الرئيس الأمريكي، وذلك لأن المؤسسات المتخصصة البحثية صدرت ثلاث تقارير. أولا أن غالبية ترامب لم تتأثر بمسألة العقوبات على الصين. ثانيا السوق الصينية والحرب على الاقتصاد الصيني أدى إلى ضعف قيمة اليوان الصيني إلى أقصى درجة. ثالثا أن الرئيس الأمريكي يعتقد أنه بضغطه على الصين يتم تقليل العجز بينه وبين الصين، لذلك أعتقد أن الرئيس سيستمر في هذه الضغوطات، خاصة أنه هناك تقبل من الحزب الجمهوري ومن الداخل الأمريكي على هذه الضغوطات ضد الصين. نعم، في ذات السياق أيضا الصين تقدمت بشكوى ضد الولايات المتحدة أمام منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق برسوم الواردات الأمريكية، تعليقك سيد مهدي. كما نعلم الولايات المتحدة الأمريكية وللأسف يعني لا تأبه بأي من تلك المنظمات، وتعتقد أنها تستطيع التغلب على كل هذه العقبات. أعتقد أن الإدارة الأمريكية لن يعني تعطي بالا لهذا الموضوع، وإنما ستستمر في حربها على الصين. نعم. أيضا فيما يتعلق بهذا الملف سيد مهدي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر في تدوينه له من أنه سيتبنى موقف أكثر تشددا في المفاوضات إذا جرت المماطلة فيها، ماذا كان يعني بالموقف الأكثر تشددا سيد مهدي؟ الولايات المتحدة الأمريكية كما نعلم فرضت في بداية سبتمبر رسوم جديدة، ولكن أخرت بعض هذه الرسوم إلى تاريخ ديسمبر 15 ديسمبر، إضافة يعني تم تقليل نسبة 30% التي كان متوقع فرضها إلى 10 أو 15%. الرئيس الأمريكي نظرا لما رأه من استجابة سواء للسوق الداخلي أو لمؤيديه من هذه الضغوط، قرر أن لو استمرت الصين في المماطلة وعدم الوصول إلى حل مع هذه أن يقوم بفرض عقوبات أكثر ورفع النسبة الجمركية، كما هو يعمل الآن مع مجموعة من الشركات الأمريكية التي بدأت بالفعل أن تخرج من تصنيع منتجاتها في الصين إلى بلدان مجاورة مثل ماليزيا وكوريا وبلدان أخرى في نفس المنطقة. نعم، ربما تفضلت بالذكر في بداية حديثك أن الأمور بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في هذه الأوقات على ما يرام، وهذا أيضا ما قاله السيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إذا هل تصريحات دونالد ترامب الأخيرة تلغي التصريحات الخاصة بوزير خارجية الولايات المتحدة فيما يتعلق بالصين؟ في الحقيقة اعتدنا أن يكون هناك تصاريح متضاربة في الإدارة الأمريكية، خاصة من الخارجية ومن رئيس دونالد ترامب. دونالد ترامب عادة تصريحاته تأخذ شقين، شق للداخل حيث أن الانتخابات على الأبواب في 2020، وشق آخر لدعم سياساته سواء كانت مدعومة أو غير مدعومة. فالتضارب بين الخارجية وبين البيت الأبيض أو الاتفاق هو ما اعتدنا عليه في فترة حكم ترامب في هذه المرحلة. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا. كنت ضيفي عبر الهاتف من نيويورك سيد مهدي عفيفي عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، شكرا لك.